تستاهلي اكتر من كده. الله يخليكي كل حبيبتي، سنه وانتي طيبه وانتي طيبة. ورمضان كريم عليكي يا رب. الله اكرم. افتكري لي كده ايتن زمان في رمضان كانت ايه بقى، رمضانها عامل ازاي؟ هقولك رمضاني زمان وانا صغيره يعني من اول 6 سنين كده، كنت ببتدي اجيب الورق الملون ونقعد نقصقصه، نعمل فيونكات ونزين الشارع ونزين البلكونات ونجيب الفانوس ونطلع المفرش بتاع رمضان والحاجات اللي فيها الخياميه ونحطها، ودايما بالليل ما نبقاش منورين نور النجف العادي، يعني لازم بالليل كنا نبقى دايما قاعدين على نور الفانوس، بلس بقى احنا قاعدين على التلفزيون ومسلسلات، ورقه حلوه كده معموله مكتوب فيها مواعيد المسلسلات وكل واحده القناه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، وكان في مسلسلات احيانا كانوا اهلي بيحبوا يسجلوها على شرايط فيديو، فكنا مجهزين الفيديو والشرايط وكل حاجه، وبس كنا بنقعد بقى نتفرج على الكاميرا الخفيه والحاجات دي كلها. تفتكري لنا كده احلى كواليس اعمالك في رمضان السنه دي كانت ايه؟ والله انا السنه دي عندي مسلسل كوفيد 25، الحقيقه ان احنا مقضيين تقريبا رمضان كله مع بعض من ثاني يوم تصوير، من ثاني يوم رمضان، بعتذر، من ثاني يوم رمضان احنا كل يوم بنفطر مع بعض وبنتسحر مع بعض وبنروح، بنفطر مع بعض ونتسحر مع بعض ونروح. والمشكله ان المشاهد في اخر المسلسل بتجمع مجموعه كبيره من الممثلين مع بعض، فبنبقى قاعدين بقى طول الوقت كلنا في مكان واحد، فمحدش حتى بيبقى عايز يروح الاوضه. وفاء كانت معانا وقالت لنا سر عنك، اقوله لك؟ قولي لي. قالت لنا ان ايتين زمان ما كانش ليها في المطبخ خالص، بس طبعا لان عز ما بياكلش غير من ايد مراته اضطرت تتعلم. بصي يعني فيها جزء من الحقيقه وجزء عاري تماما من الصحه. انا زمان وانا طفله كنت بحب الطبيخ جدا، بس ما كنتش بعمل الاكل اللي هو العادي، بس كنت اعمل الكريم كراميل في الفرن، اعمل مع ماما رز بلبن، اعمل كيك، اللي هي الحاجات الخفيفه على اللي هي طفله ممكن تدخل تعمل ايه يعني، اعمل بيض، اعمل مثلا طاجن بطاطس بالصدق وقطع عليه خضار وادخله وماما تولع عليه الفرن، حاجات بسيطه، لكن ما كنتش بعمل بقى رز واعمل رز معمر واحشي حمام واعمل محشي، يعني ما فيش الحاجات دي كنت بعملها. فمؤخرا لما كبرت شويه ابتديت اعمل الحاجات دي، بس العز بقى لما جه لقيته داخل لي بمنيوهات غريبه بيطلب حاجات صعيدي، فقلت له حبيبي دي اعملها لك ازاي؟ اجيبها لك منين؟ فقال لي كلمي مرات صاحبي فلان كانوا بيعزموني عندهم على مرق. اقول له طب ده ايه ده؟ يقول لي كلميها، فكلم خلود. لا ايوه يا خلود، ايوه يا عيد، انت بتعملي مرق ازاي؟ تقول لي يا لهوي ده انا بقعد 4 ساعات اعمل مرق. قلت لها 4 ساعات؟ لا يا بابا انا فنانه، طبخي تيتي اللي اقعد اسويها 4 ساعات، مستقبلي يروح فين؟ انت فاهمني غلط. لا والله كنت بعملها، يعني كنت اقعد اجعجع كده وفي الاخر يصعب عليا فاروح داخله عامله المرق يوم الاجازه. بس ايه اكتر اكله عز بيحبها من ايدك؟ عز بيحب البشاميل، بيحب الملوخيه، بيحب الرز الصياديه، الرز المعمر، الكيك، كباب الحلة، كفتة الرز. لا في حاجات بصراحة أنا متألقة فيها، يعني ما شاء الله يا طموح عالي. جوعتي؟ قوي. يلا ناكل. قلتي إن كمان عايز كان ليه دور كبير جدا جدا في الدايت بتاعك والحاجات دي، ساعدك إزاي بقى عشان تخسي؟ عايز أول ما عرفنا بعض كان تخنان بتاع مثلا 10 كيلو، فكان ما يعني نفسه يخس او نفسه يرجع تاني زي الـ شكله زمان قوي وهو صغير. فاول ما عرفنا بعض ابتدينا دايت مع بعض، فكنا في التصوير نطلب البريك دايت، ومهندس الصوت اللي معانا كان بيطلب معانا دايت برضه، بس هو كان بياكل من ورانا حلويات. مهندس الصوت بتاعكم اللي هنا في البرنامج والله فضحناه على الهواء، كان من ورانا كان بيطلب هو حلويات، يعني بس ياكل معانا دايت عادي، يعني احنا في البريك ناكل كلنا دايت، بعد البريك بقى في حاجات ثانيه. فخسينا شويه، وجيت بعد كده طبعا خلفت بنتي الاولانيه وعملت دايت بعديها، فنزلت تاني لوزني الطبيعي، خلفت ابني التاني ما شاء الله، وعملت دايت بعديها ونزلت في كل المراحل. انا مبوظه دايت، عز مبوظ دايت، انا ابتديت دايت، عز بدا دايت. قولي لنا بقى ايه حكايه الاتاري مع ايتن؟ عز كان عارف ان انا من وانا طفله كنت بحب جدا لعبه الاتاري والطيارات اللي هي دي ماريو. سوبر ماريو. لا بس ماريو دي كانت حديثه، الطيارات دي كانت اتاري اتاري يعني زمان، اللي هو القديم قوي ده. ففي مره لقيته نازل ويقول لي رايح مشوار وجاي، فمش عارفه رايح فين يا عز، اكلمه الاقي حواليه زحمه كانه في سوق،
وانا مستغربه يعني لو في مول مستحيل تبقى هي دي الكراود اللي حواليه يعني. ففجاه لقيته جاي ومعاه بقى البتاع في كيسه سمراء. عارفه الكيسه السمراء؟ ايوه. فبفتح يقول لي عامل لك مفاجاه، فبفتح لقيت الاتاري. ففرحت جدا جدا جدا، واكتشفت انه نزل قعد يلف في العتبه زياده عن 3 ساعات لحد ما لقاه وجابهولي. فكانت هديه بصراحه فرحت بيها قوي، لان عارفه انت رجعتني كده لايام زمان. طب خلينا بقى نتكلم عن ايتن البنوته وايتن مامه البنوته، ايه الفرق؟